كمال، كيتقال انك ما كتعاونش ولاد بلادك في الغربه. بحالاش المغاربه اللي تما ما كتعاونهمش اصلا؟ المغاربه اللي دايرين بيا تما ما كاين حتى شي واحد خاصه شي حاجه. ما كنعاونش الناس اللي ما كنقدرش. هذه بصح التهمه دي كاينه مؤخرا. كنت درت واحد سميتها واحد مبادرة ديالي شخصية مع يسر لي الله في هذا المحل وخديته، وحسب القانون اللي كان قبل كان عندي حق ندفع حتى 5 لي كونطران نجيب بهم الناس من المغرب. علاش؟ لأنها واحد لوفيرتور جديدة واليد العاملة قليلة تما، يعني عندي حق نجيبهم واخا بقى هذيك الشركة ما دارش رأس المال، بقى ما بدأش خدامة، بقى ما دارش واحد الريديتو. كنت بغي نجيب خويا، كنت بغي نجيب ماناجر ديالي كان في مراكش، حمزة مراكشي اليوم غادي يعدو. وكنت بغي نجيب 3 فابور ويكونوا أيتام ولا يكون مثلا شي دري لي حريفي وما عندوش الزهر كيف كنقولوا حنايا، خدام هاد شي واحد كيحرط عليه، ونديهم قانونيا ونخدمهم قانونيا وياخذوا راهم قانونيا. ايوا علاش بدلتي رايك؟ نهار اللي كنت جاي عندي الطياره مشيت دفعت الدوسي ديالي، عندي لي ميساج تنسالي ونسمك تسمعي المدام فاطمه هي اللي مشات مسكينه قداتو في بلاصتي. القانون داروا واحد جديد ديال باش الشركه تجيب شي واحد من المغرب خص يكون عدى 8 شهور ديال الخدمه. وإلا خدمت حليت في شهر 12 وبقى القانون محلول حتى شهر 4 عندي حق ندير ريكلاماسيون ونطلب نقول للدولة عوض 8 شهر خاصكم تسهلوا عليا باش نجيب شي واحد حيت ما لقيتش خدام وجاي داخل الصيف. داخل الصيف اللي هي مشكل فيها الخدامة دابا، خدامة في طاليان قلالو حيت ولاو كيخلصوا بنادم هو بارك في دارو، الو أغلبيه مابقاوش باغيين يخدموا. ناض لا ولاو الناس كيتصلوا بيا من العالم كامل وكنقول لهم راه ما غاديش نعزلهم من راسي، نهار اللي غادي نبغي نجيب شي واحد باقي عندي واحد اللي خاصني اختاره، حيت عندي واحد الدري يتيم وعندي واحد الدري شاف ديال باتيسري. زيد خوك والمناجر هي المناجر وغير يعني خاصني واحد، هذاك واحد كنت باغي نديه من لايف. ولكن شنو وقع؟ ولكن كل شيء ولا كيكتب لي، كل شيء ولا عنده مشاكل، كل شيء باغي يحرق ويجي باش يخدم عندي تما كينيات. واحد النهار حبست كل شيء وخرجت لهم الصراحه، قلت لهم ما غادي نبقى ندير حتى شي حاجه في هذا الشيء، لان ذاك الشيء كثر عليا وانا انسان انيه اللي كاينه كنقولها كنخزنش، ماشي شحال من واحد قال لي لا دخلتي راسك صداع، مي انا ما عنديش صداع، هذاك فرحان فرح معاهم بها، انا ما مكرهش ندي 3 ولا 4 انا نديهم يكونوا يستاهلوا، ولكن ما غنقلش ندي المغرب كله، فهمتيني؟ غندي 3 كنت موعدهم ب3 وجوج فهذوك 3 لاقيهم يعني من المقربين، خلي على خويا والمناجر ديالي هذوك بوحدهم، يعني كنت جوج كنت لاقيهم كان خاصني غير واحد. ناض ملي عرفوني غادي ندير افتتاح في 31 في شهر 12 كتبوا لي شي دراري في الطاليان اللي هما ما عندهمش اوراق بغاني يخدموا. دابا انا ديك المدينه اللي فيها انا هي مدينه صغيره محكومه معروفه مراقبه، الا جبتك انت خدمتي عندي وانا اول مغربي غيفتح ريستورا تما. يعني ما عمر شي مغربي كانت عنده عمر شي مغربي حل شي ريستورا اما كباب ولا شي محل صغير ولا حنا كنهضروا على ريستورا اللي قدامك قدام البحر بحال راك في جامع حسن الثاني. انا راه مزيان اللي نخدم واحد بالاوراق ما نخلصش عليه الضريبه ما نخلصش عليه الكونتريبيوتي ديالو، ولكن ما يمكنش انت عليك لي سبوت فوالا. دابا نهار اللي غنحل انا عارف راسي الغد غادي يقدروا يجيو عندي.